خلال مشاركته بالأمس في دوانية نظمتها حملة ناطر بيت، أعلن وزير الإسكان ياسر أبول عن تسليم 12 ألف وحدة سكنية، مؤكدا وقف نظام الاستقطاع مع استمرار صرف بدل السكن للمواطنين. الاستقطاع راح يوقف، موضوع بدل الإيجار هذا واجبنا، هذا ما هي منا، بالعكس هذا واجبنا. يعني هذا مع الوزير بس الكتاب ما وصله من الحين، لا لا تحصيل. اليوم السيدي طلع بالنسبه حق بدل الايجار انه يستمر. اليوم السيدي طلع بالضبط، كلامه صحيح انه بدل الايجار يستمر بالضبط. فبالنسبه للاستقطاع وبدل الايجار لا تشيلون هم، هذا راح يستمر وهذه مسؤوليتنا ولا تحرك. وبدايه نتاج هذا الدور اللي احنا شارفنا اليوم ان ننتهي من توزيعات هذه السنه، وما كان يطالبون فيه الاخوان في حمله ناطر بيت اللي هو رقم 12000 وحده سكنيه، واحنا قاربنا على توزيع هذا الرقم، وهذا يسجل ويحسب لهم.